السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة موفراها مايكروسوفت لتنظيم المشاريع، وهي عبارة عن بعض التولز المفيدة جدا تبع أجور. فأقول له من هنا أنا عايز أبدأ مشروع جديد، نبدأ مشروع مع بعض، هسميه مثلا اكس واي، الديسكريبشن اعمل اللي انت عايزه، برايفت ولا بابليك، يعني برايفت يبقى ليك انت والناس اللي تبعت لهم دعوة، بابليك يبقى ايه كل الناس تقدر انها تشوفه وتشتغل عليه بدون اي مشاكل خالص. الادفانسد طيب هتشتغل بأني حاجة، وهنا الاجايل ولا بيزك ولا سكرام ولا سي ام ام اي. فهو مدينا التولز ادفانسد بحيث تختار اللي انت عايزه. فهو بيبدأ في حالك بالشكل دوت، بتلاقي سامري، داشبورد، ويكي بورد، كل التولز دي تقدر ان انت تنظم بيها المشروع بتاعك. طيب مثلا عايز تفتح البورد، مثلا فبتلاقي هنا اي عناصر فيها ابديت او فيها جديد. فهنيجي نقول له مثلا انا عايز تاسك معينه، بيقول لي لازم بقى تدي الاسم، ماشي. فانا اقول له مثلا كلير، او في ميتنج، او في اي حاجه انت عايز تعملها. دي بقى في التو دو، ولا مقسمها لتقسيمه تانية للستاتس بتاعتها. اكيد هنبدا بتو دو، بعد كده ممكن ننقلها دن، او ننقلها اللي اون بروجرس زي ما احنا عايزين. الديسكريبشن اللي انت عايزه، الديسكاسنج لو في اي ديسكاسنج، ممكن تضيف لينك وهكذا، ممكن تعمل فلو بحيث لو في اي ابديت دي يوصل لك. دي الديتيلز، دي الهيستوري لو في اي تعديلات، لو في اي لينكات تقدر انت تلاقيها هنا بسهوله. طيب هقول له رجعني للورك، فبيجيب لي بقى اذا كان في اي تاسكات موجوده هنا، في اي كويري يبدا تقدر تفتحه، تقدر تشوف كلهم اوبشن. عايز بقى تقول له انا عايز الاي دي تبقى موجوده، التايتل اللي هي الحاجات اللي موجوده ديت، لو انت عايز تحط حاجه زياده او تحذف فدوس على علامه الاكس ديت، او تقدر تختار حاجه تانية غير اللي موجوده. طيب تعالى ندخل على البورد. تمام، هو في طريقه جديده موجوده. طيب هنا تقدر تسحب من هنا وتقول له ده دي دوينج او دان او كده. فمثلا خلينا نضيف اي حاجه، وليكن مثلا ميتنج. تمام، الميتنج دوت تقدر ان انت تسحبه تقول له ده خلص او شغال او دن. سهل جدا ان انت ايه تعمل تسقط وتبدا ان انت تسحبها، فده بيساعدك تبقى عارف ومتابع ايه الحاجه اللي خلصت وايه الحاجه اللي لسه ما خلصتش. وتقدر تضيف اكتر من واحده هنا كمان، بحيث ان انت يبقى في عندك اكتر من حاجه لو انت عايز تقسمهم تقسيمات اكتر من كده. طيب لو عايز اضيف ناس للمشروع، فهاجي هنا عند المشروع واروح قايل له انفايت، وابدا اكتب الايميلات اللي انا عايزها عشان مثلا ينضموا للمشروع، وابدا اديهم تاسكات. خلينا بقى نيجي هنا على الداشبورد واقول له ضيف لي، بحيث ان انا اول ما افتح لوحه المشروع ابقى شايف كل الحاجات. مثلا هنا دي هشوف التاسكات اللي موجهه ليا، انا كده بعمل حاجه خاصه بيا. اول ما يجي لي تاسك ابدا ينزل مع هنا بيلد هيستوري بالشكل دوت هنا، ودي برضه احطها هنا. فتخيل الحاجات دي ثواني وتبقى جاهزه، واول ما تحصل اي ابديت دي يبدا يظهر معايا هنا. ماشي، اول ما تخلص تبقى البورد، اول ما تدوس عليها يبدا يجيب لك كل العمليات الموجوده هنا، واول ما تعمل اي تعديل يبدا التعديلات كلها تظهر معاك على طول. يعني خلينا نقول له مثلا عايز البورد مثلا، ونبدا نضيف تسكيليه. تمام، نيو ايشيو او نيو تاسك. ونسميها مثلا ديزاين. تمام، تو دو، ودي تو باك لاج، و
واجي هنا واعملها اساين لعمر سليم واقول له سيف كده. بقى عمر اول ما يفتح بقى الداشبورد بتاعته لو في تاسكات موجهه ليه تبدا تظهر معاه ان في عنده تاسك اسمها الديزاين لازم ان هو يعملها. اول ما تتعمل خلاص اوتوماتيك تتنقل انها خلصانه ويبدا ان هو بدل تو دو دي هنا تبدا بقى تظهر انها خلصت. فدي داشبورد انت عامل حاجه سهله جدا وبسيطه لكن فعاله جدا جدا في الشغل.